جمهور ساحة الأمل بأجادير كان على موعد مع عبد الحفيظ الدوزي، جمهور تفاعل مع إيقاعات وكلمات أشهر أغاني الفنان المغربي القديمة والجديدة خلال الدورة 19 لمهرجان تيميتار. أنا فرحان اليوم تواجدنا في مدينة أكادير والخصوص في مهرجان تيميتار. كنت موحش بزاف الجمهور ديال أكادير صراحة والنواحي وكاع الناس اللي جاو حضروا معنا اليوم. مهرجان زوين أنه تقدم بزاف ديال الأقطاب الموسيقية وأنه تيمزج بزاف ديال الأغاني، هنا شفنا أغاني زوينة صراحة. تيميتار علامات وثقافات، برمجة غنية ومتنوعة تلاقحت فيها الموسيقى الأمازيغية بموسيقى العالم، أنغام أمازيغية مزجت بين العصري والتراثي في قالب يحافظ على ملامح الهوية. العام تحت لنا الفرصة عاوتاني باش نديرو صلة الرحيم مع الجمهور، ونتمنى نكونوا خفاف على الجمهور ديالنا، وكما كنرحبوا حتى بالجمهور اللي جا من المدن الاخرى ومن الجهات الاخرين، وكما كنرحبوا بالفنانه ديال العالم. الدوره المنظمه تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس تعكس تنوعا موسيقيا يحتفي بموسيقى العالم عبر توليفه فنيه تمزج بين مختلف الفنون الموسيقيه.